عام 1978 علم رون وايت من خلال الأخبار بأن هزة أرضية ضربت شرق تركيا، وعندما شاهد رون منطقة يوريبينار بعد الزلزال انصدم. كل الدمار كان يذكر بحطام سفينة. الزلزال لم يكن قد أدى المنطقة، بل بالعكس كان قد أزال الطبقات التراب وأبرز حافة السفينة وأعطاه المشهد الذي ترونه الآن. الزلزال أحدث شقا آخر على طول السفينة، مما أتاحت الفرصة أمام رون لأن يأخذ عينات من الشق، ولأغراض المقارنة أخذ عينات من الجوانب أيضا. أثبتت الفحوصات بأن العينات التي أخذت من الجوانب تحتوي على 1.88% كربون، أما العينات التي أخذت من الشق تحتوي على 4.95% كربون. ما زال كان من المهم جدا عدم إيذاء المنطقة التي تجري فيها البحوث أو التنقيبات، لذا قرر رون صنع جهاز وأداة معدني يستخدم في بحوثه. واستنادا لاستنتاجاته استبعد رون على أن تكون جوانب السفينة وعلى طولها مغطاة بشبكة معدنية. المكان الذي كان الأداة تتذبذب فيها كان رون يضع مكانه أحجار، وبعدها قام بتوصيل شريط أبيض بين الأحجار، وبعد الانتهاء حصل على شكل السفينة من خلال الشرائط الموصلة بين الأحجار. من خلال الكشف تمكن رون من مشاهدة السفينة بأعماق مختلفة. على شاشة الجهاز ظهرت صورة السفينة الضخمة. استنادا إلى نظرية رون، السفينة في السابق كانت مستقرة في السفح العلوي للجبل، وبعدها وبواسطة تيارات الحمم البركانية انزلقت متكية على جنبها للأسفل. الأجزاء المتعرضة للتيارات المائية كانت ناعمة. كما يفترض رون نظريا بأنه بعد فترة البراكين المتواجدة في الغرب ثارت، وكميات الحمم الكبيرة وصلت إلى السفينة وخلعت الجزء العلوي وانزلقت مع الحمم إلى الأسفل. بعد بحوث رون بعشرة سنوات، وفي ديسمبر من عام 1986 أعلنت الحكومة التركية رسميا بأن النموذج الشبيه بسفينة نوح هي فعلا سفينة نوح. الافتتاح المهيب كان في 20 يونيو من عام 1987. تم التباحث هناك حول الصور الموجودة في مركز السياحة. بما أنه كل شيء مكتشف كان حديثا للناس، لذلك ترجى المحافظ من رون بشرح وعرض ما مخفي تحت الأرض من خلال جهازه للصحفيين. قرر المحافظ ليكون فريق التصوير الأمريكي بعيدا عن الموقع لعدم تصوير عملية الكشف والشرح. سمح فقط الاقتراب المصور التركي وبعض العسكريين وبعض الضيوف. لماذا تصرف هكذا؟ غير معلوم، هذا موضوع شك. أثناء الفحص فجأة لاحظ رون أن الجهاز سجل شيئا غريبا، فأمر المحافظ أحد الجنود ليقوم بحفر المكان الذي أشار إليه رون، فإذا بقطعة خشبية متحجرة متوسطة الحجم أخرجوها من الأرض. كل الحاضرين كانوا مرتبكين، فقال المحافظ لرون أن يأخذ القطعة الخشبية إلى الولايات المتحدة لغرض إجراء الفحوصات المختبرية عليها. هذه المراسيم عرضت من خلال كل القنوات التركية. سلم رون القطعة الخشبية المتحجرة إلى أحدى أفضل المختبرات الأمريكية، وكان من المهم التأكد إن كانت تحتوي فيها على كربون عضوي أم لا، أي هل هي حجرة أم خشبة متحجرة. الفحوصات أثبتت بأن مكونات الكربون العضوي فيها أكثر بمئة مرة من الكربون الغير عضوي. لم يكن رون أول من اكتشف تلك المنطقة، لكنه الأول والوحيد من اكتشف وحدد منطقة يوريبينار هي بقايا سفينة نوح. هكذا يعتقدون الأغلبية لأن إثباتاتهم قيمة جدا، بحيث بإمكانهم من إقناعنا بأن بقايا يوريبينار هي بقايا سفينة نوح. من تلك الإثباتات مثلا أسماء تلك المناطق المأهولة تشير أما إلى الطوفان العالمي أو إلى قصة سفينة نوح. احتمال هذه
من باب الصدفة. وإن كانت غير صدفة فإن كثير من مناطق أرمينيا التاريخية لها نفس الأسماء، حتى في إيران وفي الشرق الأقصى لها نفس الأسماء. ففي هذه الحالة هل هناك من يثبت لنا أيهما الحقيقة؟ إثبات آخر مهم، عندما أعلنوا ديور البنار على أساس أنها سفينة بدأ الناس بالتفكير إذن يجب أن يكون جبل جودي بالقرب من هنا. على كل حال من المدهش كيف بإمكان سفينة طولها 157 مترا من الانزلاق نحو الأسفل لمسافة عدة كيلومترات مرورا فوق التضاريس الأرضية القاسية دون أن تتكسر. بالرغم من أن منطقة يوربينار أعلنت من قبل الحكومة التركية باعتبارها سفينة نوح، إلا أن العديد من العلماء الأتراك على يقين بأن يوربينار هي تضاريس جغرافية. هم يجزمون وعلميا بأن سفينة نوح هي الجزء العلوي فقط والذي انزلق للأسفل مع الحمم البركانية واستقر في مكانه الحالي، أي هذه تعتبر معجزة طبيعية وليست من صنع الإنسان. والعديد من علماء العالم يؤيدون هذه النظرية ويعتبرون هذه المنطقة منطقة سياحية بحت. لنعتبر الآن رونا كان على حق وأن يوربينار هي فعلا سفينة، لكنها ليست سفينة نوح. ما زال سفينة نوح كانت مغطاة من فوق وكانت تشبه غواصة، ولكن هذه تشبه سفن المحيطات القديمة. إن كانت هذه السفينة ولكنها ليست سفينة نوح، إذن من أين ظهرت؟ على هذا السؤال يجيب فيلي ميلينكوف الذي سجل اسمه في كتاب غينيس المتخصص ب 99 لغة بمشاهدته لصور المنطقة، تذكر بأنه قرأ حول هذا الموضوع في أحد مكتبات براغ في كتاب مكتوب منذ القرن الثالث قبل الميلاد بخط يد مؤلف غير معروف مكتوبة فيه بأن نوح كان قد شاهد سفينة أخرى حجمها كحجم سفينته عائمة أثناء الطوفان، وكان على أمل بأن شخص آخر كتب له أن يحيى. صعد نوح على تلك السفينة إلى أنه لم يجد فيها أحدا. هناك شخص آخر يعطي دليل بأن سفينة نوح لم تكن وحدها، العالم الروسي أندري بولاكوفا، فهو تمكن من قراءة الكتاب المقدس القديم في أحد أجزائه يتحدث عن السفينة الثانية. ذلك الكتاب متواجد في روسيا ومحفوظ بشكل سري، ومن المحتمل أن السفينة التي عثر عليها رون هي السفينة الثانية. في تلك الحالة أين هي السفينة التي شاهدوها الطيارين الروس فوق جبال أرارات عام 1916؟ الطائرات الروسية كانت تحلق فوق جبال أرارات وتراقب تحركات الجيش التركي، وفجأة الليفتنان روسكوفينسكي شاهد بحيرة متجمدة فوق جبل أرارات، وعندما اقترب أكثر شاهد في البحيرة المتجمدة نصف سفينة غرقانة. فيتصل كابتن بسان بيدروسبورغ ويخبرهم باكتشافه لإرسال مجموعة من المهندسين لإجراء الفحوصات فوق الجبل. تطلب الأمر شهرا لوصول الفريق إلى السفينة. أخذوا عدة صور وأجروا الفحوصات ورسموا شكل السفينة وأرسلوا النتائج لإجراء بحوث خاصة. وبعد ذلك نيكولا الثاني وبسبب ثورة عام 1917 لم يستلم نتائج البحوث. لاحقا طبعت في احدى الصحف شهادة احد اعضاء فريق الاستكشاف، واستنادا الى روايته السفينة كانت تحتوي على مئات الغرف الصغيرة والكبيرة. الغرف الكبيرة كانت جدرانها كالاقفاص، كانت صنعت لحيوانات اكبر من الفيلة بعشر مرات، وبقية الرواية كانت تتحدث عن الحضارة المتطورة. بالنسبة لفريق استطلاع القرن السادس عشر هناك خلاف هل هم فعلا ذهبوا إلى أرارات أم لا. نحن بعد أن بحثنا ودرسنا لمدة 20 عاما حياة أناستاسيا ابنة نيكولاي الثاني والتي كانت الناجية الوحيدة من أفراد العائلة المالكة الروسية، فهي روت بأنها شاهدت الصور التي التقطت عام 16 بأن فريق استطلاع والدها فوق جبال أرارات عثروا على سفينة نوح وكان لديه صليب مصنوع من خشب سفينة نوح. القرن الثالث قبل الميلاد إلى القرن الثاني عشر بعد الميلاد كتب الراوي البابلي بيلاسوسر 275 قبل الميلاد بأن سفينة نوح البابلية لحد الآن يمكن مشاهدتها على جبال أرمينيا، وكانوا يقتطعون منها مادة الصمغ ويستخدمونها كمضاد للسموم
أو كتعويما. وشهد أيضا نيكو غايوس الدمشقي في القرن الأول قبل الميلاد، ماركو بولو في القرن الثالث عشر، والكثير كثير جدا غيرهم. في كاتدرائية إتشمياتسين محفوظة الآن إحدى القطع الأثرية المقدسة الاستثنائية، هي عبارة عن قطعة خشبية ليست كبيرة، جلبها الأسقف هاكوب مدبيسي في عهد القديس كريكور المنور. الأسقف هاكوب مدبا يحلم بأنه يكلف ليذهب ويجلب قطعة من خشبة سفينة نوح، وبذلك يحاول الأسقف هاكوب عدة مرات للصعود جبل أرارات، إلا أنه كان يتعب ويرهق وينام وينهض ويستمر بالبحث، إلى أن الملاك يقدم له القطعة الخشبية التي حاليا متواجدة في متحف كاتدرائية إتشمياتسين. من الواضح لنا بأن أول صعود إلى جبال أرارات كانت عام 1829 ميلادية من قبل البروفيسور الألماني فريدريك بارون، وقبل صعوده الجبل فهو زار أرمينيا وعرض عليه في إتشمياتسين الصليب المصنوع من خشب سفينة نوح. الأسقف هاكوب بندبا هو الذي جلبه منذ عام 318 ميلادي. بعد ذلك زار دير القديس هاكوب الواقع على ارتفاع 2100 متر في قرية أغيوري على السفح الشمالي الغربي لجبل أرارات، والذي كان قد بني قبل 800 عام. كتب البروفيسور الألماني في مذكراته بأن الرهبان هناك عرضوا عليه آثار كثيرة كانت قد صنعت من خشبة سفينة نوح، وبعد مرور 19 عاما وتحديدا في عام 1840 ينهار الدير وكل سكان قرية أغيوري بسبب الثوران البركاني لجبل أرارات، ونتج عن الثورة البركانية وادي عميق سمي باسم القرية وادي أغيوري. باروت لم يبحث عن السفينة ولم يتمكن من العثور عليه، لكنه ترك أثره في عالم الحفريات وانتصر على المانع الذي كان يمنع سكان المنطقة من الصعود على الجبل. وهكذا باروت فسح المجال أمام المستكشفين والباحثين القادمين. في بايازيت اصطحبونا إلى قرية فوق جبال أرارات على ارتفاع 2000 متر. سكان المنطقة يسمونها غورهان. على الأرض كانت متناثرة الصلبان الحجرية مزخرفة وأحجار قبور، وعلى حافة الوادي وعلى بعد مئات الأمتار كانت متناثرة آثار الأماكن السكنية، والتي كلها كانت مسودة ورمادي، كأنما هذه المدينة كانت قد عبرت من خلال نار جهنم. كانطباع أولي يظهر أمامك كأن بعد حريق هائل أمامك روما القديم ومتناثرة أحجار سوداء. غير واضح هل كانت الحجارة تتكلم أم الأرواح التي تسكن فيها كانت تبحث عن بيوتها. سكان غورهان كأنما كانوا يعيشون في مقبرة كبيرة ولم يشعروا بعدم الراحة مطلقا. دليلنا السياحي علاء الدين الذي روى لنا قصة الأحجار السابحة أنقر السفينة، الآن يحدثنا عن قرية الأشباح هذه وعن ذكريات أجدادنا من الأرمن القدماء الذين كانوا قد سكنوا هنا. من الممتع والغريب أن تستمع إلى الغرباء عن قصصك الشخصية. المواطنون كانوا يضعون هذه الأحجار فوق القبور من جهة الرأس، وكانوا يؤمنون بأن المتوفي سوف يشرب من المياه المتجمعة هنا. هم كانوا يؤمنون بالحياة ما بعد الموت. نعم، هذه شبيهة بالثقافة الكلدانية وثقافة أوراردو. وهل السواح يأتون هنا؟ نعم دائما. مثلا أنا هذه السنة مرتان أو ثلاث مرات جئت إلى هنا. وماذا تروي لهم؟ أنا أروي لهم بأن هذه كانت مدينة أرمنية، وقبل 100 عام كان يقطنها الكثير،
وعندما غزت القوات الروسية هذه المناطق الكثير من الناس هربوا، والقسم الأكبر مات والقسم القليل ما زالوا يعيشون هنا. كان هناك أيضا آثار كنيسة قديمة، هو لا يعلم اسم الكنيسة، نحن لسنا متأكدين، لكنه على الأرجح هي بقايا كنيسة القديس هاغو، والقرية هي أغيوري، المكان الذي زاره البروفيسور الألماني فيردريك باروت. في صيف عام 1883 اهتز جبل أرارات بسبب عدة زلازل ودمرت عدد كبير من القرى. ممثلي الحكومة التركية مع البريطانيين هرعوا إلى المنطقة المنكوبة لتقديم المساعدات، وفي تلك الأثناء فجأة عثروا على بناء خشبي كبير حيث كان قد برز من الجبل. دخل الفريق داخل البناء، وفي الوهلة الأولى توقفوا خوفا من أن يهدم البناء عليهم، لنقول بأن شهود سفينة نوح موجودين في عصرنا أيضا. على كل حال هم هكذا أعلنوا.